بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. انا الرائد حسن الاحمد المحلي الشمري مدير ناحيه احسن في محافظه ادلب، ونظرا لما يرتكبه النظام المجرم من مجازر بحق شعبنا الابي، اعلن انشقاقي عن وزاره الداخليه الفاسده والتي انحرفت عن مهامها بحمايه الشعب الى قتل الشعب السوري البطل، وانضمامي الى قياده قوى الامن الداخلي للثوره السوريه. وانني اناشد كافه الشرفاء من ضباط وصف ضباط وافراد بسرعه الانشقاق عن هذا النظام المجرم، كما انني اناشد ابناء القبائل والعشائر العربيه في سوريه الابيه، واخص بالذكر عشيرتي عشيره شمر، سرعه الانتفاض على هذا النظام القاتل. عاشت سوريا حره ابيه.